بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أخواتي ومتابعيني في فيديو جديد وأفكارنا الجديدة اللي بنعملها بإعادة تدوير، كلها أفكار سهلة وبسيطة أتمنى كده إن هي تعجبكم. حبيت في بداية الفيديو إن أنا أعرض معاكم بعض الأفكار اللي نفذناها لديكور الخريف باستخدام إعادة التدوير. عملنا أفكار جميلة جدا وحصرية والحمد لله بإعادة تدوير الكرتون والبلاستيك وكمان الأقمشة والملابس القديمة والخيش. حبيت النهاردة برضو ان انا اعرض معاكم بعض الافكار دي عشان نفتكرها، وعشان كمان لو في حد لسه داخل القناة لأول مرة يشوف الافكار بتاعتنا وطبعا يشاهدها، ونتمنى كمان ان احنا نسمع رأيه فيها في التعليقات. وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم عشان القناة تكبر وتوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ويلا بينا بقى على أفكارنا الجديدة النهاردة اللي هننفذها برضو من إعادة تدوير الخامات البسيطة اللي موجودة عندنا في البيت. بحاول بقدر الإمكان إن أنا أعمل معاكم أفكار مش مكلفة، وتقدري كمان إن انت تنفذيها بكل سهولة، وكمان تقدري إن انت تعمليها كمشروع صغير من البيت. بسم الله نبدأ فكرتنا الأولى اللي استخدمت فيها برضو خامات موجودة عندنا في البيت ممكن إن انت ترميها نستغلها. في بداية الفكرة كده انا استغليت العلبة الكرتون دي، كانت علبة ايس كريم، حبيت كده ان انا استغلها. ممكن تستخدمي برضو بديل ليها العلب بتاعت الكشري، ممكن برضو هتنفع في الفكرة بتاعتنا. هنا انا فتحت العلبة وشلت القاعدة بتاعتها باستخدام القطر بالطريقة دي، وبدأت كده ان انا اقصها بالشكل ده وفتحتها علشان هغلفها بالستيكر. هنا علشان اخد المقاس بتاعها مظبوط حبيت ان انا افتحها علشان يجي معايا الدوران كويس لما اجي افرغ الاستيكر والزقها عليه. اخدت كده المقاس بتاعها مرتين، يعني هنا انا حددتها علشان هغلفها من الداخل ومن الخارج. ممكن تستغني عن الخطوة دي لو العلبة اللي عندك باللون الابيض او هي نظيفة من الداخل، بس هنا انا محبتش اللون اللي فيها يبان فحبيت ان انا اغلفها بالستيكر. وطبعا ممكن تستخدمي اي لون ستيكر متوفر عندك يليق معاكي مع الديكور اللي انت هتنفذيه. هنا بدأت كده ان انا اغلفها وافرغ كل الهواء اللي جواها، وما تقلقيش اصلا الجزء ده كله مش هيبان معايا بعد كده في الخطوة لما هغلفها. خدي بالك من القطعة بتاعت الستيكر كده، لما باجي اغلف اي حاجة بالستيكر اخد دوران بقص كده حوالي 1 سنتي كل شوية كده، بقص كده قطعة صغيرة 1 سنتي علشان لما اجي اتني الدورانات دي ما تعملش كلكع معايا او تكون فيها ثنايات كده شكلها مش ظريف في التاني او في تغليف الستيكر على الجزء او القطعة اللي انا بغلفها. زي ما انتوا شايفين كده بتني عليها من الاطراف كل سنتي بالشكل ده. غلفتها كده من الداخل وللخارج، وكمان هقفل عليها بقى كده بسروتيب او بنفس الستيكر اللي انا استخدمته. هاجي للخطوة اللي بعدها، زي ما قلت لكم كل الشغل ده هيتغطى عندي. استخدمت هنا برضو اعادة تدوير للملابس القديمة، دي كانت قطعة من جيب وبدأت كده ان انا استغلها، كان عليها الكلفة بتاعتها دي وحبيت ان انا استغلها في الفكرة بتاعتي، ودي هيكون شابوه لأباجورة وهوريكم ازاي الوقتي هنعمل جسم الأباجورة وكمان المجسم بتاع الشابوه بالطريقة السهلة البسيطة دي. بدأت ان انا ألزقها كده على الشابوه من تحت بالشكل ده وخليت عليه الكلفة، والزيادة اللي من فوق دي كلها ما تقلقيش هنقصها وهنتخلص منها. انا هنا قصيت بطول زيادة شوية بحيث ان انا يعني ادخل الزيادة دي للداخل علشان تساعدني في ان انا اعمل كشكشة بسيطة كده من فوق، وقفلت من الجنب كده وخليت الشغل بتاعي اهم حاجة يكون الفينش بتاعه نظيف وما يكونش معايا القماش منسل. هبدأ كده اشدها كويس للداخل بالطريقة دي، وهشد معايا وهبدأ ان انا احط كده نقطة شمع علشان تلزق كويس. بعد كده بزود لو في اماكن محتاجة شمع اكتر بزود طبعا معايا، وباهم حاجة ان انا كل جزء باجي قبل ما الزقه بكشكشه شوية كده عشان يديني شكل جميل. جيت بقى للخطوة اللي بعدها، استخدمت هنا الازازة دي، كانت ازازة معطر للملايات وحبيت كده ان انا استغلها لان شكلها كان جميل. واستخدمت هنا سلك بدوايا للمبة، بدأت كده برضو ان انا اعمل مكان وثقب كده في الازازة باستخدام المكوى علشان ادخل فيه السلك اللي انا هعمله واركب فيه الدوائر.
بسحبه بالطريقة دي، وبعد كده بعمل ايه، بدخل هنا في السلك ده الدواية. بس انا هنا وقعت في غلطة، وطبعا حبيت ان انا اقول لكم عليها علشان تتجنبوها اثناء تنفيذ الفكرة. هنا انا كنت عاملة زي دعامة كده بغطاء علبة جبنة او علبة المربى، بدأت كده ان انا اعملها زي دعامة عشان ترفع بيها الشابو. بس انا هنا كنت اخده الدواية وركبتها الاول، المفروض كنت ادخل الاول الغطاء في السلك وبعد كده اركب الدواية. طبعا انا حليت المشكلة دي، بس حبيت برضو ان انا اوريكم الغلطة اللي انا وقعت فيها علشان تتجنبوها. جيت هنا جبت الغطاء وبدأت ان انا اعمل فيه فتحة صغيرة كده بالقطر، وبعدين قصتها بالمقص على هيئة دايرة كده، وبعدين دخلتها في الدواية وبدأت كده ان انا اثبت بقى كل الشغل اللي عندي ده كده مع بعضه باستخدام مسدس الشمع. وهبدأ كده برضو ان انا اتأكد ان انا ثبته على الفوهة نفسها بتاعت الازازة اللي انا هعملها جسم للشابو او الاباجورة اللي عندي. هبدأ كده بقى مرحلة التزيين، وهنا كنت طبعا حبيت ان انا استخدم كل الشغل بتاعي يكون ماشي مع البيج، وشغل الخريف بيبقى طبعا معانا اساسي الخيش. عملت ضفيرة صغيرة كده من خيط الخيش، وحبيت ان انا ازين بيها القاعدة، محبيتش ان انا اعمل تزيين كتير واوفر، حبيت الشغل يكون بتاعي بسيط خالص وكله مبني على الشغل والكلفة اللي على طرف الشابو والازازة نفسها، لان هي كانت منقرشة كده او مزرقشة زي ما بيقولوا، فحبيت طبعا انا استغل الشغل اللي عليها. هاجي بقى على الجزء اللي كان عليه الكلام والشارة بتاعت الماركة بتاعتها. بدأت كده ان انا احط عليها قطع من النبات المجفف وفيونكة صغيرة جدا من الكيش عشان تعمل ماتشنج الشغل مع بعضه. اتمنى الفكرة تكون سهلة وبسيطة وتقدروا ان تتنفذوها وتكون عجبتكم. يلا بينا بقى على الفكرة التانية اللي مفيش اسهل منها. دي كانت فازة ايكيا، وطبعا تقدر ان انت تنفذي الفكرة دي باي فازة شفافة موجودة عندك هتقضي الغرض. وهنا ده كان برضو الورد المجفف ده كنت جايباه من ايكيا، وحلاوته ان هو ليه كذا لون، تقدري ان انت تشتري اللون اللي انت حباه، وكمان هو معطر فكان جميل جدا، يعني هو كديكور وكمان معطر جميل قوي، فواحة جميلة. هنا انا ممكن اعمل الفكرة دي بالطريقة الاولى زي ما انتوا شفتوها كده، ان انا احط الفازة واحط فيها الورد المجفف، وتقدري ان انت تستبدليه باي ورد مجفف بيتباع طبعا في محلات الادوات المنزلية، الورد اللي كانوا زمان العرايس بيشتروه ده ويحطوه في النيش، تقدري ان انت تجيبي منه الدرجة البني والدرجة البيج، هيبقى برضو الالوان جميلة كده دافية خريفي. وتقدري تجيبي زي ما انا عملت كده الكيس ده. وهنا برضو طريقة تانية ان انت تحطي في النص الشمعة الالكترونية، او ممكن كمان تحطي السلك الليد برضو بيعمل شغل جميل، وتلفيه على الازازة نفسها او الفازة نفسها من الخارج. دي شكل الفكرة بتاعتنا، اتمنى الفكرة التانية كمان تكون سهلة وبسيطة وتقدر ان انت تنفذيها بسهولة. لو عجبتكم الافكار ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وما تنسيش كمان تفعلي زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة عشان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات اللي بقدمها. شكرا ليكم، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.